سمعت بظاهرة القمر العملاق؟ ايه سمعت فيها. شفت مبارح القمر انت؟ عادي. ما كان عملاق؟ لا ما كان عملاق، مو لهالدرجة اللي تصور فيها. يعني القمر بدر يعني ما حيصير عملاق ولا يتغير شكله اكيد. انه حلوة يعني شفناها على الفيسبوك وهيك، وحتى انا شفتها من بيتي يعني حبيت انه يكون وصلت لعنا يعني، بس هي ما مو بالحجم اللي شفناه برا يعني. كان ذروته الساعة 12 بالليل، وهو كمان اثناء شروق الشمس واثناء غروبها. هو الظاهرة هاي يمكن انا سمعت بالراديو انه زاد حجمه 30% عن حجمه الطبيعي. انا شفت القمر يعني مبارح نفس كل نص اول شهر نفس الشيء يعني ما تغير شيء بالمرة. شفت على الانترنت بس ما شفت شو هي بالضبط، ما طلعتها بدمشق.